ولمناقشة تطورات ثورة تشرين والصراع السياسي على المناصب معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا ومرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم وعلى دكتور، جمهوركم وكالة الكريم. الأسوشيتد بريس قالت أن المتظاهرين في العراق يكافحون الظروف الصعبة للإبقاء على حراكهم، يعني كيف ترون الثورة وهي تدخل شهرها السادس؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. حياك الله. الحقيقة الثورة مرت بأكثر من تجربة وأكثر من محاولة لإجهاضها منذ البداية، منذ 1 أكتوبر من السنة الماضية، لكنه كل المحاولات باءت بالفشل. وبالعكس الثورة الآن تقوت بمساندة منقطعة النظير من قبل الشعب العراقي برمته. لذلك أنا الحقيقة ونحن جميعا مطمئنين أنه الشباب مرابط في ساحات الاعتصام رغم تفشي وباء الكورونا والتهديدات الآن في قضية منع التجوال وحالة الطوارئ، لكن هناك تنسيقيات الحقيقة رتبت وضعها أنا أعتقد بشكل جيد الآن على شكل وجبات تبقى مرابطة في ساحات الاعتصام في المحافظات اللي الحقيقة اتفقت على تغيير ثوري جذري حقيقي لابد منه. وبالمقابل نشوف أنه الطبقة السياسية تعيش حالة من الأزمة يعني متصاعدة، وحالة التأزم هذه وحالة الفشل والهزيمة الحقيقة ظهرت لحد هذه اللحظة. نشوف أنه نرصد إحنا كل محاولاتهم لإخراج أنفسهم من هذا المأزق، مأزق الاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، الحقيقة أعتقد أيضا سوف تبوء بالفشل. نعم. هذا الواضح الآن يعني في نعم الساحة. دكتور، يعني هنالك هجمات جديدة شنت على المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد، يعني بعد كل هذه الدماء التي أسيلت مئات الشهداء وآلاف الجرحى، لكن ما زالت الحكومة تراهن على الخيار الأمني، لماذا برأيكم؟ الحقيقة هم لأنه الآن محصورين في أكثر من زاوية، يعني في زاوية من أكثر من جهة، من أكثر من قوة الآن. بصراحة وضع الحكومة ووضع الميليشيات محرج جدا. الآن العراق يعيش أزمة بأوجه مختلفة. لا ننسى أنه الآن يعني إذا تسمح لي أعرج على قضية مهمة جوهرية الآن، وهي قضية الأزمة الاقتصادية، انخفاض أسعار النفط واحتمال كبير أن الميزانية يصبح العجز بدل 40 مليار دولار لهذه السنة اللي لم تقر لحد الآن، سوف يصبح العجز إلى يعني يوصل إلى 85 مليار دولار. يعني حتى قضية المرتبات الموظفين والمتقاعدين تصبح عملية أزمة حقيقية. الأزمة الثانية هي الأزمة الأمنية والعسكرية. الآن الميليشيات تحاول التنفيس عن نفسها عن هذه الأزمة اللي تعيشها والضائقة اللي تعيشها بضرب بعض القواعد، حتى القواعد العسكرية اللي فيها جنود وضباط عراقيين راحوا أيضا استشهدوا بطريقة التخبط بعدم معرفة ماذا يفعلون في هذه الأزمة الأمنية العسكرية. بالمقابل أيضا يعني القوات الأمريكية تتأثر الآن بشكل واضح، ولذلك أصبحت المجابهة شبه يعني مؤكدة، مجابهة مباشرة وأعتقد واسعة الأمد وطويلة. يعني أنا أعتقد الآن ما راح تفض في يوم وليلة، أنا أعتقد تستمر. الأزمة الثالثة والمهمة جدا هي الأزمة الطبية والصحية. يعني هل هنالك أي احتمال أن تتحول هذه المواجهة التي تكلمت عنها إلى حرب معلنة بين الطرفين؟ أنا أتوقع الآن مع وصول الفرقة، يعني أخبار وصول الفرقة 111 الخاصة، يعني هذه فرقة هجومية أو تمتلك قدرات، وهي هذه فقط تستخدم للأغراض الخاصة يعني للمهمات الصعبة. أنا أعتقد وصولها إلى العراق معناها هناك مؤشر حقيقي مع
ايضا وصول صواريخ الباتريوت اللي هي وعدت بها امريكا نعم ان تنصب القواعد هذه في اعتقد احدى القواعد في عين الاسد على ما اظن، هذه ايضا مؤشر دفاعي زائد المؤشر الهجومي، يعني هناك ايضا استعدادات الحقيقه من قبل الطرف الامريكي، وايضا بالجانب العراقي ايضا اكو استعدادات قويه على كل الاصعده الان، طيب يعني من جانب الميليشيات التابعه للولي الفقيه، من جانب الميليشيات المجرمه العميله لايران، ومن جانب ايضا الطرف الاخر هو الجيش العراقي، القوات بالعودة المسلحه إلى العراقيه. التظاهرات دكتور، يعني 6 أشهر والحكومة تصم أذانها عن مطالب المتظاهرين الأساسية ألا وهي رحيل جميع الأحزاب، ألم تدرك القوى السياسية حتى اللحظة أن العراقيين لن يقبلوا بالحلول الترقيعية؟ أدركوا عارفين جيدا، لكنه دا يلعبون بالوقت الضائع الآن، وهم أيضا يعني كانوا يراهنون على عجز أو تعب أو كلل وملل الشباب والطقس وصعوبة الاستمرار ومثل ما يقول الدعم اللوجستي اللي استمر 6 أشهر دون هذا الكلل والملل اللي كانوا يراهنون عليه، ودون أيضا التأثر بأحوال الجو والبرد، وتعدى الشتاء الآن احنا في حاله يعني الجو اكثر استرخاء بالنسبه للشباب في بقائهم بالخيم وبقائهم ب مثل ما يقولون يعني المطعم التركي في ساحه التحرير وساحه الحبوبي والساحات الاخرى، انا اعتقد هذا الرهان فشل، هم راح يفشلون ايضا بالمقابل، لانه الان دبت بين صفوفهم خلافات وصراعات كبيره جدا، رغم تشكيل اللجنه السباعيه لاختيار رئيس مرشح رئيس الوزراء، إلا أنه هذه أيضا أعطت مؤشر واضح على طائفيتهم المقيتة، لأنه اختيار رئيس الوزراء لا يجب أن يقتصر على طائفة دون أخرى، لأنه هذا رئيس وزراء للشعب العراقي كله، فما طيب يفترض أنه فقط الأحزاب الشيعية هي اللي تبت في قضية اختيار، حتى في الدستور لا توجد هذه الفقرة، لا يوجد عرف دستوري أنه رئيس الوزراء يكون شيعي أو يختاروهم، ليش ما تشترك أيضا الأطراف الأخرى الكردية والسنية وحتى ساحات التحرير وساحات الاعتصام، كان ممكن أيضا يدلون بدلوهم في اختيار رئيس الوزراء، وهو هذا المطلب اللي الحقيقة بدأ منذ ثورة تشرين المباركة. معهد واشنطن يقول إن الهدف الرئيسي لإيران اليوم هو إنهاء التظاهرات مع استمرار التحديات التي تواجه هذه التظاهرات. برأيكم إلى أي مدى شكلت ثورة تشرين خطر على المشروع الإيراني في العراق؟ هي أنهته، أجهضت الحقيقة، أجهضت كل المشروع اللي دام منذ السقوط في عام 2003 وكانوا يراهنون، وخصوصا اجت الضربة الأكبر هي مقتل قاسم سليماني وأبو مهد المهندس، الحقيقة هذه أيضا زادت الطين بلة بالنسبة للمشروع الإيراني، لكن الثورة حقيقة هي اللي وضعت أسس جديدة بها تحدي كبير من قبل الشعب العراقي، والشعب العراقي الآن يعني رسم خط واضح لمستقبله للمرحلة القادمة، ما فيها خط رجعة الحقيقة، الرجعة الوحيدة من قبلهم هم أنه أما أن يستسلمون في ساحات الاعتصام، ساحات التحدي، أو أن يثبتون أنهم أيضا الحقيقة فشلوا، وبالنتيجة أنه يتركون في المجال أن الشعب العراقي يرسم مستقبله بأسرع خطى طيب. ممكن، دكتور إذا سمحت كبيرة. لي، يعني نواف البرلمان يقولون اليوم أن المجيء بمرشح لرئاسة الحكومة ويكون ذلك المرشح مستقل مستحيل، لماذا برأيكم؟ لأنه المستقل يكشف ملفات، يعني هو مجرد محاولة من قبل محمد توفيق علاوي أن يشكل حكومة ليست على أسس المحاصصة الحزبية، أسس مكوناتي يعني وقفوا ضده، لأنه أيضا هو كان إلى حد ما يعني يفضل بعض الوجوه المستقله، لكنه فشل، وهم ايضا ساهموا بافشاله، لذلك لا يرغبون بشكل واضح جدا، وهذه مساله قلناها وناكد عليها اليوم، انه هم ما عندهم نيه في التنازل عن السلطه، التنازل عن السلطه من قبل الطبقه السياسيه الفاسده، خصوصا هذه الاحزاب التي اعطت الحق لنفسها ان تختار
رئيس الوزراء من بين أحزابها الفاسدة، هذه الآن انتهت ويعرفون نهايتهم. لذلك أصبحت قضية وجود، قضية يعني استمرار بالحياة. إذا كان التنازل عن السلطة، عن رئاسة الوزراء، معناتها فتح ملفات الفساد ومن ثم محاسبة ومحاكمة ونيل جزاء شديد. الآن المستقبل اللي ينتظرهم مستقبل أسود، يعني حقيقة هم هذه يدركوها جيدا، خصوصا الرؤوس الكبار حيتان الفساد الآن تدرك جيدا أنه الوضع لا يسمح بأي تنازل، لأنه رئيس وزراء مستقل باختيار شعبي معناها أنه الحكومة تكون مستقلة ووزراء مستقلين ووطنيين، وبالتالي تنفتح محاكم لمحاكمتهم بشكل عادل. نعم الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا لمناقشة تطورات ثورة تشرين والصراع السياسي في العراق، شكرا جزيلا لك.